هيدي البلاستيك وهيدا النايلون. هلا مثل انا الشبك هيداك حاطه حقه 5 مليون ليرة. نحن بديش حدا يساعدنا والحمد لله نحن بنشتغل ونحن من طعم حلو. هو المكب هو هذا المحرى بيسحل البحر يا ما بيعمل بحر ثلاث اربع امتار بيجي الموجه بتنزله البحر يا شوف يا زبالته اياه موقف المكب عم بيسحل البحر ما في الا عم بيسحل البحر كل ما تيجي موجه بتنزله المي يعني ما استفدنا شيء يعني بعده المكب زي ما هو. هلا حطينا الشبك واتكلنا على الله يعني قمنا الشبك اليوم. هلا هيدا الشبك اللي قمناه مثل هيدا الوسخ هيدا على الظهر على الصخر يعني ما إلي عليه هيدا نحن بنخلصه بس ليطلع معك هيدا الحديد سمك وأناني وبلاستيك وهيك بده يتخزق الشبك. هو بيطلع كثير كمية بس هو مش على الكمية نحن الكثيرة نحن على تغذيق الشبك يعني هو بس يلزق هيدا البلاستيك او الحديد. هلا الحمد لله يعني هلا بلاستيك امراه بيطلع معك كل حديده هالقد عرفت كيف بيطلع معك كراسي مكسره وهيك ما بعرف طلع تحت الشبك كله وسخ. هلا شفت هيدا ليك ما اهونه ها بايده ما بخزق ما بيعمل شيء هات لشيل هاي قد ايه بياخذ معك وقت تصليحه؟ هلا تصليحه بياخذ وقت بدل العصر بس راح عمر المبطن الشبك المبطن يعني امبارح نزلت هولي وهول هلا راح عمرهم. هلا بترجع بتحط الشبك ما بتاخذ سمك انه بدك شبك جديد تاخذ. نظهر من خاطر بحياتنا نظهر بحر كبير بارد. لكل اللي جابوني السمكات طلعي طلعي اختي ها ليكي كيف بدي اشيلها كيف بدي اشيلها هيدي عامله عقد حرام بس انه يهتموا بهالشعب. ها هيدي طلع كيف خزقتها هيدي تكون كبيرة هلا صار شيء فوق الخيال والله. $20 اليوم اخذت انا بمليون و200 قد بيطلعوا $50 حق شبكتين هي لو واحد شبكة رميتة هونيك يا شو فيها هي حقها $50 لحالها بقول لك السمك غالي عشو غالي كل اللي جبناهم هلا بيطلعوا شيء يا كيس راز يا سطر لبن قلبة حليب ما في كنا مرة بينت أبرز كبين عرق كبريت بالماي بقلب المينا صورتنا الكاميرا حبسونا حبسونا نهار حبسونا طلعونا تاني يوم طلعونا هون عندنا البحر مليان زبالة مليان شوف الشبك فرج الشبك حرام هيك رحين نجيب لقمة عيشنا شوفي يا هون وهنيك الزبالة كل اليوم زبالة شباب يعني شغلة طويلة عريضة لازم وين الدولة وين العالم.